خلينا طبعا انا عارفه عايزين نطمنكم ونطمن الناس. العاصفه الترابيه اللي كانت موجوده وكل الاجواء شديده الحراره اللي كلنا يعني لاحظناها على المحافظات، ودرجه الحراره الحقيقه العظمى كانت في القاهره 40 درجه مئويه، طبعا دي درجه مرتفعه بالنسبه لشهر يونيو يعني، ولكن زي ما احنا اتفقنا في تغير مناخي حاصل بشكل كبير. بيهمني جدا في الاخبار اللي هنقولها دي اول حاجه ان احنا نطمنكم، تاني حاجة إن احنا ناخد معلومات حقيقية عن الطقس وهل كان متوقع بهذا الشكل. الحاجة بقى المهمة في البيوت إنه أي حد، لأنه مثلا طبعا شايفين الصور الحقيقة بتتحدث أكتر من إحنا بنتكلم، لكن أنا عايزة أتكلم إلى كل أهالينا اللي في البيوت. لو أنت عندك حاجة متعلقة في بلكونة، في حاجة، في جو زي ده، في هواء، أحسن إنك تدخلها البيت. أو لو أنت قلقان مثلا في شارع، في منطقة فيها أشجار قديمة أو فيها حاجة، أحسن إنك تركن في حتة تانية. يعني ده أمن وأمان، وعلى فكرة ده بيحصل على مستوى العالم كله. لما بيجوا يقولوا للناس حتى وعندهم كل الأشياء معروفة، بيقولوا لهم أحسن حاولوا إن أنتوا تبعدوا عن الأماكن اللي فيها مرتفعات، عن الأشياء دي، يعني في الأجواء دي ننتبه. ده اللي إحنا هنحاول نعمله ونعرف مع كل المداخلات اللي هتكون معانا إن شاء الله، نقول لكم شوية معلومات تفيدكم، ونحاول بإذن الله أمن وأمان إن إحنا كلنا نعدي منها بخير. دكتورة إيمان شاكر، مدير مراكز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مساء الخير دكتورة إيمان. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفتي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. يعني أنا عاجبني الطاقة الحيوية اللي موجودة في صوتك، بس الحقيقة إحنا عايزين نطمن الناس. الناس يعني ليه الناس اتخضت؟ إحنا ما شفناش الأجواء دي من سنين على مصر، يعني هذا التراب ما كانش بيجي بهذا الشكل والعواصف الكتيرة دي. احنا طبعا فصل الربيع معروف في جمهوريه مصر العربيه ان هو فصل المشهور برياح الشماسين والعواصف الترابيه، فدايما بنتاثر برياح الشماسين في فصل الربيع. فصل الربيع بيبدا من 21 مارس وبينتهي في 20 يونيو. يمكن دايما معتاد في مصر ان التاثر برياح الشماسين والعواصف الترابيه بيكون في شهر مارس وابريل، اتاخرت يمكن هذا العام، ويمكن اكبر عاصفه شفناها من فتره كانت في 2021. صحيح. يعني 22 و23 ما حصلش فيها عواصف شديده بشكل كبير، ففعلا ما شفناش الرمال والاتربه المثاره بهذا الشكل. صحيح. طبعا التحذير اللي صدر من هيئه الارصاد الجويه من يومين ان في منخفض خماسيني قادم على جمهوريه مصر العربيه، وهيأثر برياح جنوبيه غربيه هيجلب كتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه، طبعا هتكون محمله بالرمال والاتربه المثاره، مع وجود سحب طبعا في طبقات الجو العليا. وجود منخفض اخر عمل على تكون سحب رعديه، السحب دي بيصاحبها دايما تيارات هواء هابطه. التيارات الهواء الهابطه دي بتكون عنيفه بشكل كبير جدا، بتؤدي لمزيد من اثاره الرمال والاتربه، وده اللي حصل النهارده. ويمكن في 10 دقائق محددين من الساعه 1:30 تقريبا ل 2 بالليل، دول كانوا اكثر 10 دقائق فيهم ذروه العاصفه الترابيه اللي اثرت على القاهره والسويس والاسماعيليه وسينا، ودول فعلا اثرنا بيهم بقوه جدا، وكانت الرؤيه انخفضت بشكل كبير على معظم المناطق. اكيد. يعني دكتوره ايمان كمان يمكن الناس الحقيقه صورت المشاهد، يعني انا اعتقد شفت صور لطريق السويس، لو رجعنا تاني للصور نستاذنكم، صور لطريق السويس، الصور يعني الحقيقه شكلها ما فيش رؤيه تقريبا، وكان في شكل سحب محمله بالاتربه بشكل كبير، وكان ده يعني في اريزونا مثلا او في استراليا، مش يعني الاجواء جديده شويه على علينا يعني. ده حقيقي فعلا، الصور دي فعلا حصلت ان في بعض المناطق زي طريق السويس وبعض مناطق الاسماعيليه والسايد اتاثرت بشده بعاصفه رعديه ترابيه شديده، وكان مصاحب ليها سحب من الاتربه. ده طبعا ادى لانخفاض ضوء اشعه الشمس بشكل كبير، وادى ان بعض الاماكن حصل فيها زي انعدام للرؤيه. صحيح. يعني زي ما حضرتك قلتي الساعه 1:30 2 الناس فتحت النور، يعني كان في ظلام شويه. طيب دكتوره ايمان، بكره درجه الحراره كمان 40، هل متوقع يكون هذه الصور وايضا العواصف الرمليه دي والصور دي هتكون موجوده بكره، هتكمل يعني بنفس الطريقه ولا في تغير شويه؟
لا هو فعلا احنا من اخر تحديث لصور الاقمار الصناعيه اللي بترصد حركه السحب والاتربه بنتوقع ان هذه الليله وبكره الجمعه ان شاء الله هتستمر وهتعود شده الرياح مره اخرى وهتنشط مره اخرى الرياح خلال الساعات القادمه وهيصاحبها رمال واتربه مطره على معظم المناطق الشماليه القاهره الوجه البحري السواحل الشماليه مدن القناه شمال الصعيد وايضا هيستمر تكاثر السحب الركاميه اللي بيصاحبها بعض الهبات من الاتربه وهيصاحبها ايضا امطار متفاوته الشده على هذه المناطق وده هيستمر معانا غدا مع استمرار طبعا ارتفاع درجه الحراره ل 40 درجه على القاهره و43 درجه تمام. على جنوب البلاد لكن من اعتبارا من يوم السبت تحسن تام في الاحوال الجويه على كافه الانحاء وانخفاض كبير في الحراره بحوالي أكيد. 6 درجات طيب ال 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 الرياح هتبقى بكره الظهر صباحا بعد يعني امتى تقريبا متوقع الذروه بتاعتها امتى؟ المتوقع يعني هذه الليله يكون فيها عوده لنشاط الرياح مره اخرى يعني احنا ممكن خلال ساعات الليل نبدا نسمع نشاط رياح تاني هو احنا بالليل يا دكتوره ايمان طبعا اصلا ضربات البقره دكتوره لا ايمان يعني الساعات المتاخره من الليل يعني بنتكلم من ابتداء من 3 4 قبل الفجر بعد الفجر تمام طبعا في هذا ممكن التوقيت نسمع طبعا نشاط رياح مره اخرى وتعود انخفاض الرؤيه ومستمره طبعا بكره على فترات من النهار ويمكن فتره الظهيره ممكن تتكرر فيها الرمال والاتربه المطره لكن هتكون أقل حبة من اللي حصل النهارده. أكيد أنا بشكرك جدا دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد وزي ما قالت دكتورة إيمان إذن إحنا في انتظار ممكن يحصل أيضا عواصف في الساعات المقبلة ولكن ممكن كمان تبقى في وسط النهار.